اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ سمك، ولما نقول سمك يعني هنعمل بطريقه مميزه طبق مكرونه بالجمبري، والجمبري ده جمبري لحم الكميه حسب رغبه افراد الاسره صغير او كبير. ومعانا كمان الفيليه بيكاتا، السمك هنعمله بالليمون، ده طبق مشهور في بعض المطاعم. ازاي نعمل السمك الفيليه بيكاتا بالليمون او بالزبده، حاجه لطيفه وجميله. ولكن خلونا نتكلم عن لما نعمل اكله سمك. احنا لما بنعمل السمك بنخرج بره الروتين اللي هو مشوي رده، اللي هو مقلي، اللي هو كزبريه، الحاجات الجميله. الاولاد بيحبوا الجمبري ما يحبوش السمك، يا مامي انا مش باكل السمك. فلما نعمل له مكرونه بالجمبري وتاخد جبنه او ما تاخدش، اكيد هيبقى في تفاصيل في الاكله دي هتعجب ولادك. كمان السمك الفيليه لازم يكون خالي من الشوك او الحسك، ازاي نعمله البكاتا بالليمون. اما المفاجاه النهارده بقى معانا اسموز عصير السعاده، عصير الرشاقه اللي هو اسموز الموز بالتمر والعسل. اكيد الموز مش محتاجين نتكلم عنه، غني بالبوتاسيوم، التمر قيمه غذائيه عاليه جدا وسعرات حراريه، العسل غني عن التعريف، الثلاثه يجمعهم ثلج وحليب ويبقى السموز بتاعنا لطيف وجميل بيناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده. اي نعم الماتيريال بسيط وسهل، ولكن الخبره العلميه والطهويه هنا طبعا هيكون لها دور كبير جدا. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. خليها سمك النهارده، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نعمل طبق مكرونه بالجمبري النهارده بطريقه مختلفه سهله، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ومقاديرها في متناول الجميع. كيس مكرونه سباكيتي من اي سوبر ماركت، جمبري لحم ممكن تشتري كيس مجمد يعني نص كيلو ربع كيلو 250 جرام حسب عدد افراد الاسره. معانا بصل، معانا ثوم، معانا ريحان وزعتر وشويه كريمه لباني. انا هخليك تعملي طبق مكرونه ده اسهل من عمايل كوبايه الشاي، ولا تاكليه بره ولا خلافه، يعني هتعمليه في المطبخ عندك وفي حله واحده. واحنا واقفين مع بعض كده بنتسلى اهو، حله على النار حلوه زي دي كده، هسيبها تسخن شويه. معانا شويه فليفله ملونه، ايوه زي الفل. المكرونه معانا، معانا الفلفل الملون الاخضر والاحمر والاصفر الجميل الحلو ده كده. والله برضو ناخد قرن فلفل سبايسي كده حلو، والسبايسي ده دايما طبعا باختيار الاسره، ولازم تاخد راي افراد الاسره لان احنا بنعمل طبق بالجمبري فاكيد هيكون مكلف شويه، فمش هنخسر حاجه لو احنا سالنا الاولاد عايزينها بالجمبري عايزينها سبايسي ولا لا. هنمسك الفلفل ده نقطعه بالشكل ده كده، ممكن تقطع كريات صغيره كده، حلو قوي. والمره دي الطريقه سهله، يعني حبيت انا عملتها قبل كده ولكن المره دي عايز اعملها لك بشكل سهل جدا. وجربي تعمليها بالطريقه دي بس لازم تكوني عارفه انت بتعملي ايه. فلفل بالشكل ده يتقطع، معانا جمبري لحم، معانا مكرونه سباكيتي. بيقولوا لي في الكنترول دلوقتي ينفع بدل السباكيتي نعمل مكرونه بينا؟ ينفع، بس يفضل البنة في عمايل الوايت صوص، يعني لو بنعملها بالبشاميل مثلا وداخلها وايت صوص اللي هي الكريمه اللباني مع البشاميل ماشي، ولكن السباكيتي بتقع مع المكرونه مع الجمبري بتبقى لطيفه وحلوه. ومش هخليكي تكسري السباكيتي، انزلي بيها سليمه. حلو الكلام؟
الفلفل يتقطع بالشكل ده كده، ودايما الفلفل الالوان دي بالذات غنيه بفيتامين سي، فمش مشكله لما يكون موجود عندك في المطبخ دايما منها، خليها تشارك في الاطباق اللي بتعمليها ايا كانت بقى. الفلفل الرومي بتاعنا الجميل الحلو ده كده، وانت بتقطعي تخلي بالك من ايدك واصابع ايدك، لازم تكوني مسيطره على السكينه في مسكه ايدك ليها او السطور اللي بتقطعي بيه. دايما الخضروات الكبيره اللي هي الحجم الكبير زي الفلفل والبطاطس والحاجات دي، اختار السكينه اللي هي السلاح بتاعها عريض وكبير. هتقولي ليه؟ علشان تبقي في الامان. اما لو انت بتسحبي لحمه مثلا او بتخلي لحمه من الجلد او من العظم ايا كان، لازم السكينه هنا بتكون ايه؟ السلاح بتاعها مش كبير. الحاجات دي مطلوبه، لازم تكون عندك ثقافه فيها وعارفاها. ادي الفلفل متقطع بالشكل ده كده. القرن الفلفل الحار ده اختياري، خلونا اقطعه كده. تعالوا نشوف هنعمل المكرونه دي مع بعض ازاي بسرعه. طاس على النار، هشيل دي من هنا خالص كده عشان مش عايز حاجه على النار غير هي وبس. احط شويه زيت صغيرين. حلو. مع الزيت ده احط مكعب من الزبده. لطيف كده. في قلب الزيت. الحلة دي هيتطبخ فيها كل الأكلة مع بعضيها. حلو الكلام؟ عندي شوية زعتر محترمين. بنزل بوم هنا كده. الله، شوية بقدونس حلوين. المكرونة بتاعتي بالشكل ده كده. شفت الشقاوة؟ أهو. عندي الفلفل الألوان هسقطه هنا كده. حاجة جديدة، ها؟ جربيها. أنت ممكن تعمليها أحسن مني على فكرة. حلو؟ وإحنا شغالين مع بعض. كل ده مع بعضه. أهم حاجة الطاسة تكون سخنة. المكرونة نزلنا بيها. الخضار نزلنا بيه بالشكل ده كده. بصلاية ناعمة. بالشكل ده كده. فص التوم الناعم. حط في اطراف الحله كده، كل ده في الحله مع بعضه. حلو قوي. معانا الجمبري اللطيف ده، اللهم صل على النبي. ده جمبري لحم، تغسليه طبعا بالشكل ده كده. اختياري بقى، عايزه تزودي الجمبري شويه مفيش مشكله. ولادك بياكلوا السمك، كتر الجمبري، والجمبري احنا عارفين كده جينا غني باوميجا 3 ومفيد جدا وزي الفل. تمام. مكعبين من الزبده على وش الجمبري. معايا ميه بتغلى لوحديها. بالشكل ده كده. عاجبك انت الشكل انا عارف. خرجنا الجميل. الله، واحنا واقفين مع بعض كده. لوحة فنية. خلصت المكرونة بجد يا شيف، ايه السهولة بتاعتك دي؟ هنغطيها ونسيبها على النار تستوي. مكرونة هتتسلق مع الجمبري هيستوي. هندخلها الفرن. هنشوف دلوقتي امتى. كل ده احنا مع بعض. توابلك هم شوية الملح، شوية الفلفل. والبابريكا اختياري. زي الفل. ارفع دي من النار. كريمة اللباني ما تقلقش. في وقتها. كريمة اللباني هنحطها في وقتها. دلعها بالله عليك عشان الصينية دي مكلفة. مكلفة حاجات كتيرة قوي مش ماتيريال. حلو؟ أنت عارف إنك بتعمل إيه. رشة زعتر على الوش. ده أساسي.
غير الزعتر اللي حطيناه في البداية مع المكرونة عشان يعمل اصطدام مع الطعم. فلفل الأسود بتاعنا. الملح كنترول زي الفل. بتسيبها على النار كده تعيش مع نفسها شوية. المطلوب ان هي تغلى على النار خالص. انا بجهز نفسي قبل الفصل اغطيها لك على طول مباشرة زي الفل. ممكن مش اغطيها برضو واريح لك عشان انت حبيبي وحبيب هارتي. انا مش هغطيها. حلو قوي. هنخليها على النار زي ما هي كده زي الفل. ايه الجمال والحلاوة دي. احنا ممكن نهزها هزة لو تحابب يعني. بس هي خليها كده مع نفسها تعيش زي الحلاوة. هزة دي تتم كده اهو. شفت شفت انت عارف انك انت بتدور المكرونة مسكت في الحلة لزقت في الحلة خالص. تقلقش هي بتستوي مع بعضيها. فعلمتك ازاي تعملي مكرونة بالجمبري تنفسي نفسك كده وانت في المطبخ. مفيش مطعم هيعملها زيك. كل الفكرة دي بعد ما تستوي تقريبا وتخش الفرن هنضيف لها الكريمة اللباني ونقلبها. نقلبها وما نقلبهاش حسب الرغبة. علمتك ازاي تعملي مكرونة بالجمبري بمدرسة تانية خالص سميها مدرسة المغازي ولكن بنفس التكنيك. أول حاجة نزلت بالمكرونة لأن هنا المكرونة أكتر حاجة ممكن تاخد وقت كبير في السوى. إنما الحاجات اللي باقية كلها ده إضافي عادي مفيش أي مشكلة سايبها لأن أنا ممكن أقدمها بطريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أدخلها الفرن تاخد وش مع إضافة الكريمة اللباني. الطريقة التانية بسيبها على نفس الحلة وبقلبها تكمل سواها تبقى فكرة عمل المبكبكة. مش عايز أطول حضراتكم. دوري ان انا بسهل عليك تعملي اكله لطيفه جميله ممكن تكلفك شويه فلوس بس الفكر العلمي هنا والطهوي كبير بجد ويستحق ان احنا نعملها لاولادنا ونخلينا نجرب ازاي نعمل مكرونه بالجمبري بمدرسه بسيطه وسهله. استاذنكم اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف السمك الفيليه القشر بياض او فيليه هامور او فيليه بورتي ازاي نعمله بيكاتا بالكريمه والزبده. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل انا قلت ممكن نقدم المكرونه دي بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا ممكن اقلبها مع بعضيها بالشوكه اللي معايا دي كده ومش هتروح الفرن. بس احنا حابين ناكلها ايه؟ حابين ان احنا ندخلها الفرن زي ما هي كده تاخد وش مع كريمه اللباني ولا نقلبها ونقدم معاها كريمه اللباني؟ الكنترول اللي يقول لي الامانه. ايه حابين ايه؟ بجد في طريقتين. وانا حابب اقول الموضوع ده عشان اللي حابب ياكلها كصينيه عادي صينيه مكرونه بالجمبري او ياكلها مكرونه بالجمبري مع الكريمه اللباني. هنا الرغبه بقى هي دي الطريقه المختلفه. حابين قولوا لي يا شيخ قول لمخرجنا الجميل. بقول يبقى مش هتخش الفرن. طب ماشي خلاص. طيب طب بص بقى بص على الشقاوه دي بص بص شوف 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 انا رايح فين دلوقتي. شوف انا رايح فين اهو 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 هو ده. واعمل كده اهو 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 خلصت اهو. شفت الحلاوه؟ شفت الشقاوه؟ المكرونه استوت. زيزو بيقول لي المكرونه هتلحق تستوي. يا غالي يا حبيب قلبي شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ اهو الله مش بهزر انا. ها استوت زي الفل. نحط عليها الكريمه اللباني ونغطيها وخلص واستوت. اهم حاجه هنا بقى في الاكله دي بالذات وفي الطبق وفي الطريقه وفي المدرسه دي
كمية المية اللي انت حطاها بتناسب المقادير اللي انت هتسويها. يعني يكون عندك نظر كده وعندك لمسة في ان المية دي المكرونة تكفي تسوية المكرونة. دي مهمة جدا على فكرة عشان مش عايز فيها سوائل كتيرة. الوايت صوص هيجي لنا منين يا عم الشيف؟ حالا هقول لك دلوقتي هيجي منين واحنا شغالين مع بعض كده. هاخد الكريمة اللباني بتاعتي زي ما هي كده اهي كده، المكرونة والخليط كده زي ما احنا شايفين. هنجيب الكريمة اللباني بتاعتي. خلونا دي مدرسة تانية في عملية عمل المكرونة. ايه المعتاد ان احنا بنساوي المكرونة وبنساوي الجمبري مع الخضرة وحاجة تانية، ان احنا بنخلط ده كله مع بعض وفي الاخر هناخد الكريمة اللباني نسقطها هنا، بنحط عليها معلقتين من النشا، واحد اتنين، بنحط عليها شوية حليب، حلو قوي، ونقلب دول مع بعض. يبقى الكريمة اللباني مع شوية حليب وشوية نشا، ونقلب دول كده، ونظبط الملح، شوية بقدونس حلوين مع سنة شبت صغيرة، الشبت هنا ملك الكريمة اللباني، ونقلبهم كده. تاني حطيت ايه يا عم الشيف؟ كريمة لباني وحليب ومعلقتين نشا بأطراف أصابع إيدك، سنة شبت صغيرة ما تكتريش، مع شوية بقدونس حلوين، كل دول مع بعض. وأقلب. ما تنسيش رشة فلفل صغيرة ورشة ملح. هتقولي إنك حاطة فلفل وملح قبل كده، ده لازم يتحط مع الكريمة اللباني. حلو الكلام؟ زي الفل. هناخد الخليط ده يا عم الشيف ناخد منه شوية. ويا على النار. بص بقى على الشقاوة. حلو قوي. سيبيها تكمل سوا بالشكل ده كده. يا فندم النايه. اعملي حسابك وانت بتحط الميه في سلق المكرونه انك تحط كريمه لباني مضاف ليها الحليب مع الزبده. زي الفل. زي الفل. وتسيبيها تغلي ونغطيها عشان نشوف اللي بعده. ده مهم جدا على فكره، ولازم الغطا هنا يكون غطا محكم. اغطيها مخرجنا الجميل، ايه رايك حبيبي هارتي؟ يلا يا فندم. على فكره الغطا ممكن تجيب برضو تفاصيلها من الغطا. تعالوا نعمل مع بعض البيكاتا. البيكاتا بالليمون والزبده نعملها مع بعض ازاي؟ مقاديرها على الشاشه. معانا فيليه قشر بياض، حلو. معانا نشا زي الفل، معانا نشا ومعانا حليب ومعانا دقيق في المقادير ومعانا كريمه لباني ومعانا زبده ومعانا مستردة في المقادير. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. في شويه بقدونس نزلوا على المستردة، نشيلها كده عشان تظهر حلوه. حلو الكلام؟ هو ده. تعالوا نشوف الاول، ناخد البيكاتا نحضرها. يعني ايه نحضرها يا عم الشيف؟ يعني تتجهز وتتحضر وتاخد الفليفر والطعم علشان لما نحمرها مع بعض ما تلزقش منك في قلب الصينيه. ده مطلوب. هنجيب الصينيه دي كده، بنحط فيها شوية مستردة. المستردة هي أساس البيكاتا. مع المستردة دي بنحط عصرة ليمون حلوة. اوعى تحطي في التتبيلة زيت من فضلك. تعملي بيكاتا ابعدي الزيت خالص عن المقادير بتاعة التتبيلة. لو هتشوي السمك الفيليه ده حطي زيت. تاني، لو بتشوي السمك الفيليه حطي زيت. هتعمليه بيكاتا وتحمريه في قلب الدقيق والنشا، ممنوع منعا باتا تحط في التتبيله زيت. هناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده، عصرة الليمون دي معايا، شوية الملح، شوية التوم. هو يا شيف مغازل المطبخ السمك سهل بالدرجة اللي تشتغل بيها دي؟ سهل جدا، أنا بسهل عليك الموقف. شوية فلفل أسود، ومعايا طاسه بتسخن على النار. التتبيله دي مطلوبه، اقلبها. نعم حاضر.
عايز يشوف المكرونه، عايز هو المخرج عايز يلف ويلف وعايز يشوف الجمبري وصل لفين في المكرونه. شفت التتبيله بتاعت الفيليه دي؟ التاني عصير ليمون مستردة توم، عصير ليمون مستردة توم، رشه فلفل، رشه ملح، البيكاتا بريئه من الكمون والكزبره، بريئه من الكمون والكزبره اهي. ما يلزمنيش الغطا بعد، ممكن لو انت حابب اهو. شويه زعتر، تعالوا مع بعض ناخد السمك بتاعنا، قشر البياض بسكينه بقى، المستحد بتاعها عادي رفيع، ده اللي انا بتكلم فيه. نيجي عليها كده على السمكيه تتفتح بالشكل ده كده، حلو، تتفتح قدامك كده ونحطها في التتبيله. نفس القصه، نحطها في التتبيله، نفس القصه ونحطها في التتبيله. ده السمك، السمك ده ممكن يكون فيه قشر بياض، ممكن يكون فيه بلطي، ممكن يكون فيه غامور، شويه الفيليه دول ممكن يكفوا العيله كلها، كميه حسب عدد افراد الاسره. واكله السمك دي مره في الاسبوع، مره كل وقت بتحبي حسب الحاله الصحيه والحاله الماديه، عادي مفيش مشكله اهو. التتبيله دي لطيفه وجميله، مدرسه الاكل السهل البسيط اهو. اقلب السمك الفريك كده في التتبيله الحلوه دي كده، ممكن تعمله وتحطيه في الثلاجه عادي. على فكره نفس التتبيله دي تشوي بيها السمك، بس في الحاله دي تحطي زيت. عندنا نشا وعندنا دقيق، هنخلط النشا بالدقيق، نغلف السمك بالنشا والدقيق، وفي الاخر يا عم الشيف نشوف عمليه التحمير هتتم ازاي. نعم يا غالي، بيقول لي المكرونه دي ظروف فيا، المكرونه دي مستنياك تخلص الحلقه ناكلها زي ما هي كده. واحنا مع بعض هنجيب بوله تانيه او كسروله تانيه. الله اكبر، فيها الدقيق والنشا دول، شويه دقيق مع شويه نشا. طالما حطينا دقيق ونشا في التوبنج بتاعنا، ونحط شوية توابل صغيرين منها. نعمين، ده موضوع تاني، ده دي يعني مدرسة تانية، دي نقدر نقول في ليه بكاتا أو في ليه مشوي. التوابل دي مظبوط للدقيق، شوية الزعتر الحلوين. عايز تشوف المكرونة؟ تعجن مين يا راجل يا طيب؟ بس دي مدرسة أولى مطبخ، بتهزر أنت. اهي يا فندم، اهي اهي اهي. بص تاني، نبدا من هنا، بص كده، بص كده، نبدا من هنا. اهي شوف المكرونه، اهي المكرونه بتاعتك اهي، معاها الجمبري، معاها كل حاجه. والكريمه اللباني عايمه فيها والجمبري، وهي جاهزه للاكل. اعتقد ان احنا ممكن نقدمها كده ماشي، دخلها الفرن ماشي، بس بصراحه انا عايز، جاي على بالي يعني للامانه، احط عليها شويه كريمه لباني وادخلها الفرن تاخد وش، تبقى لطيفه وجميله. واحنا دايما احنا المصريين نحب الطواجن الصواني اللي واخده الايه السكه دي. ايه رايكم؟ يلا مع بعض كده زي ما هي كده. اخبار الفرن ايه؟ جاهز معايا. ندخلها الفرن، حلو الكلام، زي ما هي كده. اظبط الشبكه بتاعتي، الشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عليها، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه المدرسه دي؟
والصوره تسبق الحديث على الشاشه. ما اقفلش. لا انت جايبها ازاي بجد؟ ده في سنتي سنتي ما بين الفرن وما بين الحله. ده ابداع، دي مرحله الابداع. العب 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 العب، هو ده. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض. ده دي مع نشا مع زعتر مع بابريكا. واقلبهم كده. حلوين قوي دول على فكره. اللي باقي من ده شيليه في كيس وحطيه في الثلاجه، تستخدميه في حاجات كتير قوي على فكره. معايا الطاسه الجميله بتاعتي. انا شلت طبعا المكرونه من على النار عشان عايز النار. احط النار دي كده هنا وابدا اشتغل. زيت كده شويه زبده مع الزيت. خلي بالك اوعى السمك يلزق منك في قلب الطاسه. حلو. تعالوا نشتغل مع بعض بقى ازاي احمر البيكاتا. ودايما بيسالونا على السوشيال ميديا البيكاتا بالسمك او فيليه السمك بيكاتا، نفس الفيليه فراخ للتشيكن بيكاتا، هي نفس الطريقه. واحنا مع بعض كده ناخد كده التقليبه دي كده بص هنا كده يلا بينا يلا بينا اهي تاني شفت المدرسه دي يلا بينا نفس المدرسة يلا بينا نفس الطريقة يلا بينا نفس الطريقة يلا بينا يلا يا فندم أنا معاك أهو. تسمحي لي أحطهم في الحلة ونطلع فاصل؟ نفس الطريقة كده عيني خلونا طبعا نشوف البيكاتا وهي بتتحمر ازاي، لان مطلوب مني كمان مكان التحمير استخدمه في الصوص بتاعي. هسيب البيكاتا تتحمر ونشوف ازاي نعمل الصوص بتاع البيكاتا مع بعض، زبده وليمون ومستردة، ونطلع فاصل صغير. ولكن الشويات البهريز او شويه الصوص بتوع تتبيله البيكاتا دول ما استغناش عنهم، عايزهم انا. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المرحله الاخيره من عمل البيكاتا سمك بالكريمه والليمون. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض اخبار الفرن ايه. معانا حاجات على البوتاجاز. البيكاتا بتاعتي بتستوي، شفت الحلاوة؟ بص الشعوة دي كده الشكل كده. نقلب كده بص ده قلبها هي دي وهي في نفسها يا فندم على على انا فاهمك على طول في نفس الطاسة في ليل بكات الله هو زماننا شغال كده هو ده تمام على النار زي ما احنا شغالين كده زي الفل. في نفس الطاسه بنكمل موضوع الصوص بتاع البيكاتا. فاكرين الكريمه اللباني بتاعتي؟ معايا كريمه لباني تاني مع الحليب وشويه النشا. بنزل بوم كده وهي على النار دي الفيليه بيكاتا، واسيبها بقى تستوي مع الصوص بتاعنا الجميل زي الفل. واغطيها واسيبها اغطيها وابعد عنها. اعتقد طريقتين النهارده انك تخش المطبخ تعملي سمك بطريقه جديده وسهله، وخاصه البنوته الحلوه اللي بتحب تاكل السمك. عملت فيليه بيكاتا مع حضراتكم، شفناها مع بعض بيستوي دلوقتي في الكريمه اللباني. الكريمه اللباني دي مخلوطه بمعلقه نشا وشويه حليب عشان تديني قوام وحافظ على الجوسي اللي نزل من تحمير الفيليه. شايفه الصوره على الشاشه تعني مليون كلمه على الشاشه.
زي الفل، هسيبها تغلي مع نفسها، مفيش اي مشكله عندي، لان التوبنج داخل فيه معلتين نشا مع معلتين دي، بيخلي السمك هنا له شخصيه في قلب الصوص بتاعنا. هنغطيها كده ونروح مع بعض نشوف الفرن اخباره ايه. فرن معانا صينيه مكرونه بالجمبري تقطع القلب بصراحه، تعالوا نطلعها مع بعض، فيها حاجات كتير قوي. عيني جايز كده، هو ده. بص على الحلاوه، اسحبها لك بره شويه. ما اقولكش ده في تفاصيل جوه حكايه. البقبقة هو ده هو ده هو ده. طلعها عينية زي الفل. تاخد اللون، تاخد الشكل، سميه زي ما تسميه، بس هي الطريقة نفسها طريقة تقدري انك انت تعملي مطبخ بمدرسة تانية بشكل تاني بطريقة جديدة ولطيفة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، مكرونة بالجمبري، ألف هنا وشفاء للي ياكل. أعتقد استخدامك في المطبخ هي صينية واحدة أو طاسة واحدة بنفس المدرسة اللي الشيف اشتغل بيها. حط المكرونة مع شوية زيت وشوية زبدة، بشرح أنا التفاصيل بقى على هدوء كده. وبعدين نزلت بالمكرونة، ما كسرتها نصين بس، أو ممكن أحطها سليمة مفيش أي مشكلة، وتفرديها وأنت بتحطيها عشان ما تعجنش منك، لأن الطريقة هنا مختلفة. انت لو حطيتيها فوق بعضيها وهي لما بتستوي هتلاقيها مسكت في بعضيها، فلازم عشان كده انا جبت صينيه عريضه. كل التفاصيل دي في كل حاجه تلاقي فيها تفاصيل، لا ما عملتهاش في حله صغيره، لازم في حله كبيره بالصينيه بالشكل دي. نعمين. ما انا هتقلبها تستغنى عن الوش. الجوس حلو، حاضر عينيا الاثنين. وبعدين نزلنا بالخضره بتاعتي اللي هي فلفله ملونه حسب الرغبه، نزلنا كمان يا عم الشيف بشويه خضره، ونزلنا كمان بالجمبري بتاعنا زي ما شفنا مع بعض، ولكن مخرجنا الجميل عايز يشوف الجوسي، وعايز كمان اوريكم ازاي نقدر ان احنا نغرف المكرونه دي واحنا مع بعض. بص. الله، شفت المكرونه اهي دي اهي، شفت نازله عامله ازاي؟ خلي بالك، المخرج مراهن معانا ان المكرونه دي تعجن، المخرج مراهن معايا ان المكرونه دي تعجن. تاني. ما خدتش والله العظيم لو دخلت المطبخ تعملي شاي، لو تعملي شاي في المطبخ تاخد وقت اكبر اكتر من كده. الف انا وشيف، الف انا وشيف. المكرونه نازله بكل واحده في السفسر. نفرتها تاني اهو. طبق حلو زي ده كده. نجيب لحظة التقديم الحرجة بقى، عايزين ناكل المكرونة دي، ممكن نقدمها بشكل حلو إذا أنت حابة يعني، ولا نخلينا بعد ما نعمل عصير؟ خلينا نعمل بعد العصير. تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل سموزي الموز بالتمر أو بالعجوة، ونقدم معاه كمان عسل. وأعتقد إن العصير ده الأطفال مهم جدا في بناء المرحلة الأولى من أجسامهم. معانا موز، أشهر الموز الحلو ده كده بالشكل ده كده. كتير أنا شخصيا من الناس ديت مش بتحب تاكل الموز كتير، يعني بحب أشربه مع لبن، مع لوز، مع زبادي، إنما يعني أمسك صباع الموز أصطدم إن هو بقى ما فيهوش سكريات، فيه حموضة، الموز ما يكونش مستوي، الجو ده أنا مش بحبه. فأنا بحب دايما العصير الموز بأشكاله بقى، بأيس كريم ماشي، مع حليب ماشي، مع شوفان ماشي، مهم جدا. معانا شوية حليب، والحليب هنا يكون حليب مثلج. الله على الصوت، حلو. خلي بالك لازم يكون هنا المعالي اللي بتستخدميها وكل أدواتك اللي بتستخدميها بعيدة عن البصل والثوم، ده مطلوب منك. معانا التمر، وحذاري يكون في نوايا في التمر ده. نحط الطبق كله براحتنا زي ما احنا عايزين. ننزل بالعسل
ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب. اعتقد ان العصير ده فوائد بتاعته كتيره قوي لا تعد ولا تحصى. احنا مش مستنيين حد يتكلم عن عسل وفوائده او عن التمر وفوائده. الموز رياضيين، اطفال، كبار سن، صغار سن، العسل كله نزل. حلو قوي. الماء المثلج، كل الحاجات دي. وعلى فكره ممكن تحط الموز قبل الاستخدام في التلاجة او في الديب فريزر كمان، والتمر برضو تحطيه في التلاجة، يعني تريحي نفسك انك يكونش عندك مكعبات من التلج. دي وسيله انك تعمل لي سموزي. ايه هي الوسيله يا عم الشيف؟ التمر ده يتحط في الديب فريزر شويه يتجمد، يبقى واخد بروده عاليه. الموز نفس الطريقه، الحليب نفس الطريقه، وبعدين تخلطهم كلهم في قلب الخلاط. زي ما انا هشغل الخلاط كده دلوقتي. حاضر يا فندم، حاضر يا خلي بالك لازم يكون عندك خلاط مالي ايدك منه. خلي بالك ان في تمر، في موز، في حاجات كده حركات جوه الخلاط. خلي بالك وحذاري، يعني انا ساعات لما كنت بشتغل نلاقي نوايا طالعه لك، ده رزق بقى تبوظ كل شغلك ده. خلي بالك والنوايا بقى تنضرب في قلب الخلاط، نيجي نشرب العصير ده نلاقي فيه بابور زلط تحت اسناننا، جه منين ما احناش عارفين، هي نوايا. حلو الكلام. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف انا وشفا للي يشرب. في كل العناصر الغذائيه، الام الحامل، الشاب الرياضي، الاطفال في المراحل الاولى من عمرهم، كبار السن، ممكن نقلل هنا شويه السكريات، التمر مثلا حسب الرغبه، مفيش اي مشكله. لو في كوبايه ثالثه كنا عبينا كمان. حلو الكلام؟ زي الفل عادي. تعالوا مع بعض نشوف البيكاتا اخبارها ايه، نغرفها مع بعض. البيكاتا بتاعتنا بيكاتا زي الفل. الله، الطبق الحلو ده كده، نشيل الخلاط ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. طبق زي ده كده حلو. شفت الفيليه بكده؟ الله، عينيا. الف انا وشفا. بكاتا سمك فيليه. نمسك الطبق كده، هزه هزه هزه. هو ده، هو ده. بس خلاص. معانا الليمون. ألف هنا وشفا للي ياكل. سكينة صغيرة كده. دايما السمك بيحب الجرنش بتاعه أو البرزنتيشن يعني بتاعه فيه ليمون. أي نوع سمك. هنا الليمون بتاعنا. بالشكل ده كده. اللي حابب يعصر الليمون زيادة ما عندناش مشكلة. ألف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبرة طهوية، فيها ثقة. إنك أنت عايزة تعملي مكرونة بالجمبري، شفتي عملناها مع بعض إزاي. أهم حاجة إنك أنت تحط السوائل تبقى فيه نسبة وتناسب عشان المكرونة في الآخر يبقى فيها نسبة الجوس اللي أنت عايزاها،
وانت بتعملي المكرونه تكوني رسمها في ذهنك عايزه تعمليها في الفرن. انا عملتها اختيار اخترته حضراتكم ان احنا نعملها على عين البوتاجاز او ندخلها الفرن. عملنا عصير بتاعنا جميل سموزي بالتمر مع العسل جميل جدا على فكره، وفي اطفال كتير وانا منهم مش بحب اكل الموز دايما، احب اشربه كعصير. معانا السمك الفيليه القشر البياض، ده قشر بياض على فكره عملناه بيكاتا. ممكن نعمل الفيليه البلطي بس نختار السمكه اللي هي وزنها 500 جرام فوق 600 700 مفيش مشكله، بناخد الفيليه بتاعها ونشتغل بنفس المدرسه، بس خلي بالك البولت فيه شويه حسك زياده، فكوني حريصه في انك تنقي منه الشوك او الحسك بطريقه كويسه. تفاصيل صغيره في اكله سمك النهارده، ما فيهاش تكلفه ولا حاجه، فيها خبره طهويه، فيها وقت قليل جدا في المطبخ، بس عشان احنا هوا فكسرنا من الوقت وقعدنا نتكلم مع بعض شويه، ولكن لو انا مع نفسي دخلت المطبخ اعمل الاكل ده زي ما قلت قبل الهوا بالظبط 10 دقايق واحطهم على النار واطلع بره اشوف لاي شغلانه تانية. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.